للمزيد حول جريمة مقتل عائلة في منطقة البودور بمحافظة صلاح الدين ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أهلا بك شيخ يحيى. بداية، جريمة في منطقة البودور كما تعلم بمحافظة صلاح الدين راحت ضحيتها عائلة مكونة من 8 أشخاص، والإعلام الأمني وصف الجريمة بأن عصابة إرهابية هي من ارتكبتها. إذا كانت الجريمة من إرهابيين، لماذا لم تسمي الحكومة الجهة المنفذة باسمها وتطبق عليها قانون الإرهاب؟ تفضل. أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، مسلسل الاغتيالات مستمر في العراق سواء في صلاح الدين أو المحافظات الأخرى، وهذه التصريحات الجوفاء التي تطلقها الحكومة لا تغني ولا تسمن ولا يمكن أن تقوم بأي تحقيق سوى تشكيل هذه اللجان الهزيلة، التي مجرد إنها تعلن عن تشكيل هذه اللجنة فهو لعمل التسويف. الشيء الثاني، إن الحكومة لم تقدم في يوم من الأيام على تشخيص أي مجرمين قاموا بتنفيذ جريمتهم في أي مكان. لذلك هذه الجريمة سوف تمر مثلما مرت الجرائم التي سبقتها في الفرحاتية وفي ديالة وفي البصرة وفي مناطق الأخرى من العراق، وهي دائما تقول بأن هناك جهات إرهابية أو عصابات أو منظمات أو كذا، لكن هذا لا يمكن أن يوقف مسلسل القتل بحق هؤلاء الأبرياء سواء في صلاح الدين أو في غيرها. شيخ يحيى، باعتقادكم كيف يمكن للأرتال التي حملت الجناة أن تمر من بين كل هذه القوات والسيطرات التي تحيط بالمنطقة؟ أخي الكريم، القوى الأمنية التي تسيطر على هذه المنطقة هي المسؤولة عن دماء هؤلاء الأبرياء، وتتحمل المسؤولية كاملة مع الحكومة العراقية التي غفلت جانب تأمين هذه المناطق. ولربما أن هناك من هؤلاء القوات الأمنية أو الميليشيات أو الحشود الموجودة من اشترك في هذه الجريمة، نحن لا نعرف ذلك إلا في حالة أن تقوم الحكومة أو الجهات المختصة بإظهار الحقائق أمام الرأي العام وأمام ذوي هؤلاء الشهداء المغدورين. أما في هذه الحالة ولطمس معالم الجريمة، فإن أي جريمة تقع في منطقة فإن القوات الأمنية الماسكة للأرض هي تتحمل مسؤولية هذا القرض وارتكاب هذه الجرائم. نعم. بالحديث عن السيطرة الأمنية شيخ يحيى، يعني بعد هذه الجريمة كيف يمكن أن تقيم الحملات التي تشنها القوات الأمنية على الأهالي تحديدا في تلك المناطق؟ الحملات الأمنية المستمرة على هذه المناطق هي في حقيقتها محاولة للتغيير الديمغرافي وللتضييق على أهل هذه المناطق لمغادرة قراهم ومساكنهم ومزارعهم من أجل السيطرة عليها من جهات أخرى أو الاستثمار بها من جهات تتبع لهذه الأحزاب الفاسدة التي تتصدر المشهد العراقي منذ عام 2003. لذلك فهذه الحملات الأمنية التي قامت، لو كانت تستهدف حقيقة إن من يقوم بالجرائم، فسوف ترى إن الأعداد هذه الجرائم سوف تقل أو سيظهر ذلك بشكل ملموس على الواقع في الأرض. ولكن هذه الحملات الأمنية كانت تستهدف الأبرياء وتزيد من التضييق عليهم وعلى أرزاقهم، مما دفع هؤلاء الإرهابيين أو المجرمين أو الميليشياويين إلى ارتكاب جرائمهم جهارا نهارا وأمام هذه القوات الأمنية دون أي رادع أو قوة. نعم. سؤالي الجديد فيما يتعلق بالحكومة التي لم تعلق إلى الآن من خلال لجنتها التحقيقية على جريمة الإسحاقي التي حصلت في وقت سابق، واليوم لجنة تحقيقية جديدة بشأن جريمة البودور. شيخ يحيى، مثل هذه اللجان هل يمكن أن تسفر عن نتائج جادة باعتقادكم؟
أخي، هو هذه اللجان هي عملية تسويف وما يسمى بطمطمة على الجريمة، لأن المسؤولين الأمنيين في هذه المناطق يقع على عاتقهم مسؤولية اكتشاف الجريمة في بعد ساعات من وقوعها، ولكن أن تمضي أشهر على جريمة الإسحاقي وأن تشكل هذه اللجان التي من أشخاص ميليشياويين ولربما وناس غير مختصين ما يسمون الدمج، هؤلاء غير قادرين على اكتشاف أي جريمة إن لم يكونوا مشاركين فيها. هل تتفق مع من يقول إن مثل هذه الجرائم تأتي في إطار عمليات التغيير الديموغرافي الممنهج لتلك المناطق؟ لا يمكن استبعاد ذلك في ظل الحملات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية مع الميليشيات على كثير من هذه المناطق في محافظة صلاح الدين وديالى وحزام بغداد، والتي تهدف بالأساس وبالواقع الملموس للأهالي على إجبارهم على مغادرة مناطقهم لإحداث التغيير الديموغرافي فيها. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.